المشكلة ببساطة كده عشان يعني تظهر لمشاهدينا الكرام ويعرفوا ايه ملامحها. تقول يا هي استاذ رامي، استاذ احمد عايز حضرتك تتكلم، اتفضل. لا مفيش حاجة يا فندم، هو بس القصة كلها في إن التحصيل اتربط موضوع التحصيل إنك تجيب نسبة في المية بمية في المية بحوافزك دلوقتي. ده معناه إن أنت يعني بدل ما بتجيب من المشترك التحصيل بتاعه اللي هو مش عايز يدفع، تمام، بتخصمه من المحصل. تمام، أنا محصل مرور المفروض بعدي على المشترك بعرض عليه الإيصال بتاعه، تمام، إذا كان بيدفع أو بياخد كعب. مش مطالب مني ان انا افضل واقف قدامه لغايه لما يديني الايصال بتاعه. دي تمام، اول شركه جنوب القاهره هي اللي عملت الخطوه دي بس واحنا سمعنا ان في ادارات تانية بس تبع جنوب القاهره، يعني ادارات حوالينا تانية جوه جنوب القاهره كذا اداره. تمام، انت شركات حضرتك التحصيل بيتم كما يلي: بتروح بروح زي ما بعرض الناس على كلها عارفه يعني. بعرض على المشترك الكعب. تمام، نور حضرتك مثلا 10 جنيه 20 جنيه، تمام، هات كعب او هيدفع. تمام تمام كده، طبعا لو هو مش هيدفع انا مش هجبره انه يدفع. وبعدين عندنا بند في الشركه بيقول حسن معامله الجمهور. تمام كده، اذا حسن معامله الجمهور مش هينفع ان انا اعمل غير كده. وحتى لو ما فيش حسن معامله الجمهور، انت ما عندكش ادوات تجبره ان هو يدفع بالظبط كده، يعني. بالظبط كده، لان حتى انت لما فيش حد بينزل معاك، يعني مثلا قاطع طيار مثلا او حملات، الحملات حتى لو بتنزل قليله وبتتعرض للمهانه برضو زي المحصل بالظبط في تمام الشارع. تمام كده، فهو بيربط النسبه 100%. طب ازاي انا اجيب نسبه في المية في مية في الوقت ده اللي فيه البلد حتى ظروف الناس حتى؟ هو في ناس ممكن ما تدفعش شهر او شهرين، بتأجل. في ناس بتقعد بالسنة والسنتين مش بشهر وشهرين، في اكتر من كده كمان. يعني في ناس الشركة ممكن كانت عملت خطوة في 2012 عندنا ان هي جدولة المديونيات للناس بحيث ان هم يقدروا يدفعوا شهر بشهر، طبعا ده ما حصلش. جدول المديونية وفعلا الناس بدأت تراكم من تاني جديد لغاية وقتنا زي انا بكلم حضرتك، في ناس عليها من نسبة كبيرة، 2012 نسبة كبيرة يا استاذ رامي، ممكن نقول يعني بنسبة 30% مثلا او 35% من الناس دي. نسبة كبيرة برضو، كبيرة مش قليلة. طبعا، كبيرة كبيرة. تمام كده، وفي ناس بتربط دوات بظروف البلد ودي حقيقة برضو ما ننكرهاش ان ظروف البلد وحشة طبعا، مع الناس اللي بيدفع مية غاز نور غير طبعا ظروف المعيشة، وانا بني ادم زيه، ما انا فاتح بيت برضو صحيح، وعندي اولاد. تمام، فانك تربط النسبة 100% بالمحصل انه يجيبها من الشارع، مين مكمل فينا عظيم. عشان يجيبها في 100%؟ طب استاذ احمد، ايه اللي خلى الشركة تاخد الخطوة دي، او كان نظام محاسبتكم زمان او قبل القرار ده كان ازاي؟ هو في تصحيح بس بسيط، هي النسبة ما توصلش المية في المية، يعني نسبة التحصيل، نسبة التحصيل يعني الشركة بتقول لك هات 91% وخد مستحقاتك. طيب يعني قربنا برضو، بس طبعا نسبة كبيرة، نسبة برضو كبيرة مش شوية. هم فكروا في الموضوع دوت عشان التحفيز للمحصل ايوه، بس يلم المحصل هيعمل مستحقات. ايه يعني؟ اصل المحصل ايه ادوات التحفيز اللي عند حضرتك هتخليني انا ما معيش فلوس ان انا ادفع؟ انا معيش اي امكانيات خالص، مفيش اي امكانيات متاحه ليا. هتشجعني خالص ازاي ان انا ادفع؟ هتعمل لي ايه يعني؟ مش هعمل لك حاجه، انا مفيش اي امكانيات خالص للمحصل ان هو يقدر يجيب الفلوس دي. ولا الشركه مسامحه له باي، مفيش صلاحيات ليه خالص. طب مين صاحب الفكره العبقريه دي؟ طيب لو متحرج الاستاذ رامي جايز يقول، ولا برضه فيها احراج؟ لا، هو احنا دايما بنيجي الصبح نلاقي منشور جاي من الشركه بيعملوا 1 2 3. في لجنه، جينا لقينا منشور بالحوافز الجديده ان لازم تجيب نسبه في المية في المية عشان تاخد حوافزك، لو جبت 90 ما يتخصمش حاجه من المرتب بس تاخد ايه؟ حوافزك على الايصالات اللي انت حصلتها. جبت اقل من 90%، اي كان الاول 1% اقل من 90% ب 5% من الاساسي بتاعك. من 50% حوافز اتكلمنا فيها النهارده، ما اتكلمنا فيها معاهم. تمام، وحصلت وقفات من الموظفين، خلوها بدل ال 5% لا بقى ال 1% مقابله 2%. طب انا بتخصم مني، طب والمشترك انت عملت له ايه؟ وحتى لو عمل له او ما عملوش، انت ايه ذنبك؟ انت ايه دورك؟ ما انا مواطن زي المشترك، يعني ما انا ممكن ظروفي ما تسمحش ان انا ادفع الشهر ده وادفع الشهر اللي بعده، بس انا ليه ليه تاخد مني انا؟ ما انا زي زيك. طيب برضو في نقطه انا عايز برضو افهمها منك يا استاذ احمد، فكره اللي ما بيدفعش، الشركة بتتعامل معاه ازاي؟ هل عادي بيفضل زي ما قال الأستاذ رامي مثلا ممكن تستنى سنة ما بتدفعش؟ يا أستاذ أحمد، ده في ناس بالسنين، مش بسنة واحدة، بالسنين والشركة ساكتة، والشركة ساكتة ما بتعملش أي إجراء قانوني معاهم. تمام، بل بالعكس بتيجي تحاسبك أنت، بتقول لك أنت عندك متأخرات، هات منها تغطي الجديد والقديم بتاعك. طب أنا هجيب ازاي وفي ظل اللي احنا فيه دوت؟ يعني الاقتصاد بتاع الدولة واقع، والناس على قدها، الله يكون في عون الناس بجد. والسعر الجديد اللي اتطبق على الناس، يعني اللي كان بيدفع 10 بقى يدفع 60، الناس الاخرى غصب عنها. يعني الشعب نفسه
مجبر يعني مغلوب على امره خالص في موضوع دفع الفواتير ده. ومن ناحيه ثانيه الشركه بتقول لك انت مسؤول انك تجيب لي مثلا 100,000 جنيه كل شهر، والله جبتهم هتاخد حوافزك ومرتبك، ما جبتهمش ما بتاخدش حاجه. بس هنا برضو سامحني، انتوا برضو بعض الناس بتدينكوا فكره ان انتوا عندكم تقديرات جزافيه، برضو بتظلموا ناس كتيره جدا فيها. طب التقدير جزافي ازاي؟ انا دلوقتي انا طلعت لحضرتك بقول لك حضرتك الوصل بتاعك ب 5 جنيه، قبل ما بخبط على حضرتك باخد قرايه العداد. يعني في شركه جنوب القاهره تحديدا، وعشان موضوع المشاكل ده ما هوش عندنا في جنوب القاهره، ليه؟ لان الكشاف هو اللي بيحصل. المحصل والكشاف شخصيه واحده. يعني احنا ما عندناش تقديرات جزافيه خالص. لكن بتحصل في بعض افرع الشركه الثانيه. لا بالنسبه لشركه جنوب القاهره انا اعتقد ان الموضوع دوت مش موجود عندنا. ليه بقى؟ لان الكشاف والمحصل واحد. في بعض افرع الشركه شمال القاهره، شمال القاهره وغرب القاهره شركه ثانيه. ما انا واخد بالي، انا قصدي انا عايز بس اخد معلومه من حضرتك، بيبقى الكشاف شخص والمحصل شيء ثاني. تمام. شركه شمال، شركه جنوب القاهره الوحيده اللي عندها الكشاف والمحصل شخص واحد. الكشاف والمحصل شخص واحد. علشان نتفادى كلمه تقدير الجزافي. المحصل كده كده بيطلع لك عشان يحصل منك، هياخد القرايه وهو واقف، وفي نفس الوقت بتعرف القرايه بتاعت الشهر الجاي بتاعتك كام كيلو. طب التقدير الجزافي ده بيجي ان الكشاف ما جاش مثلا شهرين ثلاثه. انا في المنوفيه حضرتك، انا ساكن في المنوفيه. بقالي دلوقتي اكتر من 10 سنين متزوج، ما شفتش كشاف جه كشف على العداد عندي في المنوفيه. في المنوفيه. لا انا عشان عارف ان الكشاف، عارف الناس اللي في الاداره، انا باخد القراءه وانا اللي اوديها. ده التصرف اللي الناس المفروض تعمله. طب انا بعمل كده عشان انا عارف الشغلانه رايحه فين وجايه منين. عشان ما يجيش عليك تحصيل، عشان ما يجيش تقدير جزافي. ايوه تقدير جزافي او يتراكم القراءه في العداد. تمام. انما في شركه جنوب القاهره حته التقدير الجزافي دي صعبه. اتفضل يا استاذ رامي. بص حضرتك ممكن بتيجي ازاي برضو؟ ان مثلا في، وده طبيعي، ان انا ممكن اجي اخبط على حضرتك، حضرتك عدادك داخلي. فطبيعي انا ما لقيتش حضرتك بكتب عندي على الجهاز مغلق. مغلق دي ان انا ما شفتش العداد. وما كشفتش عليه. جزافي امتى؟ لو هو مغلق وانا حطيت قرايه من عندي يبقى كده ده جزافي. لكن المغلق ده الشركه بتنزل له متوسط استهلاكه في خلال الشهر طول السنه، عقبال ما باخد القرايه وبياخد حقه فيها. تمام. يعني تبقى برضه حاجه تقديريه ممكن. بالظبط. بس طالما حضرتك قافل وانت مش موجود، فاهمني؟ فانت مغلق. بالنسبه لي انت مغلق، بينزلك دفعه شهر او شهرين، وبعد كده خلاص الحساب بيتاجل لغايه لما بناخد قرايه حضرتك بعديها. بعد كده بيبدا تاخد حقك في القرايه اللي انت دفعتها. عظيم. تمام كده. قصه الكشاف هو المحصل عندنا في شركه جنوب القاهره. ليه ما حصلش فصل؟ لان العماله قليله. احنا عندنا في خلال سنه خسرنا اكتر من 10 محصلين، ما بين اللي توفى وما بين اللي حصل له حادث وقعد، وما بين اللي عنده مرض او حاجه قعد خلالها مش هيشتغل. ما بيجيش حد مكانه يغطي المساحه اللي سابها، فبنضطر احنا كزمايل بناخد شغل زياده عن طاقتنا بحيث ان احنا نكفي الشغل. طبعا دي مشكله بالنسبه لنا. انت عددكم كام يا استاذ رامي؟ احنا في ادارتنا المفروض ان احنا كنا 50. 50 دلوقتي وصلنا حاجه 40، حاجه 41. ودول كافيين لتغطيه كل المناطق اللي بتشملها جنوب القاهره؟ مش كافيين. اللي بينزل مساعدات، ناس بتنزل مساعدات وحملات، ممكن ما عندهمش حته التحصيل شويه او الكشف شويه. تمام كده. فطبعا انت محتاج عماله عشان تغطي الموضوع ده. طيب يبقى تساؤل ايضا كيفيه تعاملكم مع المشكله بعد ما حصلت. يعني انتوا عملتوا ايه وكان تواصلكم ازاي مع الساده المسؤولين؟ ده انا اعرفه من حضراتكم بعد هذا الفاصل الذي نخرج اليه، وبعد الفاصل اتواصل الحديث معكم حول هذه المشكله. ابقوا معنا. الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. مفيش مشكلة ملهاش حل، ما توقفش تتفرج، خليك إيجابي. صور مشكلتك ابعتها من أي مكان في مصر على واتساب رقم 011-5-13-13-158. كلامنا بالمصري، مشكلتك ليها حل. بعد قليل
فتاوى الناس. من أنت؟ صبرك عندما لا تملك شيئا، وأفعالك عندما تملك كل شيء. هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام. أهلا بكم مجددا. أعود هذه المرة إليك أستاذ رامي، يعني سامحني في السؤال ده، هل ممكن الشركة تكون معذورة ان هي بتدور على اداه تخليكم تشتغلوا، يعني شايفه ان انتم ما بتشتغلوش، بس فقالت فكرت في الفكره دي بحيث ان انتم يعني مكسلين شويه، ما بتقدوش شغلكم شويه، فهل نلتمس العذر للشركه في انها بتحاول تدفعكم او تضغط عليكم ان انتم تشتغلوا كويس؟ هنقول ان هي وسيله دفع، وهي برضو بتنفع، يعني فعلا في مناطق عندنا كويسه الدفع فيها احسن من مناطق تانية، احنا في منطقه شعبيه تمام، ففي مناطق احسن من مناطق تانية، دي فعلا لو هتعمل دفع للمحصل في دفع، بس في ظروف احسن من كده. انت النهارده عملت الموضوع دوت علينا واحنا في ظروف الناس كلها بتعاني. فاذا ازاي انا هحصل نسبه 100% في ظروف زي دي؟ لو كانت مثلا في ظروف قبل الثوره، كمان قبل الثوره كان الناس بتجري ورا المحصل. النهارده انت بتخبط على الباب وهو جوه بيقول لك انا مش موجود. فاذا انا هجيب منه 100% ازاي؟ هي فعلا تدفع المحصل، لان اللي هيجيب نسبه هياخد فلوس. لا انا قصدي سامحني برضو مره ثانيه، هل في نسبه فيكم مثلا او بينكم، مع كامل احترامنا لكل زمايلكم يعني، تفضل، ممكن يعني بتتكاسل عن التحصيل، مش هنقول ما بتاديش شغلها بشكل جيد؟ ما احنا مش ملايكه، اكيد في حد بيأثر في اي مجال، في اي حد بيأثر في شغله تمام كده، بس احنا بنتكلم على ان النسبه الاكثر بتشتغل تمام. بس انا بتكلم على ايه؟ يعني انا لو بشتغل وبجيب النسبه في 100% هحس فعلا باللايحه دي. بس في الظروف هنا انا لما اجيب حتى 90%، هل انا مش محصل شاطر؟ جبت 90%، ال 10% فين عامل الشركه؟ فين دور الشركه معايا في الشارع تساعدني ان اجيب من اللي بيبلطج عليا، من اللي بيشتمني، من اللي بيزعق معايا؟ تتعرضوا طبعا للكلام ده طبعا كله. في ناس زمايلنا اترفع عليهم سلاح، واللي اتحبس في بيت، واللي اتاخد منه الاصالات. انا دلوقتي هتعامل مع الناس مع الشارع، ما انا هخاف اخش الشارع تاني. تمام، هجيب ازاي 100%؟ وهقف قدامه ازاي ازعق معاه عشان اجيب منه اصلا؟ وانت مالكش انت تزعق معاه، ما انا فاهم يعني، لانك بتطالبني بحسن معامله الجمهور. اذا المفروض مني ان انا اعرضه، وحضرتك بقى تحل لي مشكله ان هو ما بيدفعش. كلام حضرتك يا استاذ احمد، كلام استاذ رامي على فكره الظروف، الظروف يعني اتغيرت، هل معنى كده ان الشريحه اللي ما بتدفعش هي الشريحه المعدمه او الشريحه البسيطه، ولا مين ما بيدفعش يعني؟ لا ده بالعكس، الناس الغلابه الارزاقيه اللي قوتها يوم بيوم، دول اللي بيحرصوا ان هم يدفعوا الوصف بتاعهم شهر بشهر. معقول الدرجه دي يعني؟ طب ما عشان هو اصل انا راجل دلوقتي شغال، دخلي مثلا 50 جنيه في اليوم، 40 جنيه في اليوم، مش هيكسر عليا وصل واثنين وثلاثه؟ ده بالعكس، ده الجماعه. طب مين ما ينفعش؟ احنا انا يعني للاسف الناس اللي معاهم الناس اللي معاهم هم يعتبروا اللي هم اللي ما بيدفعوش. ليه برضو عشان بس الناس تفهم يعني، ليه الشريحه دي ما بتدفعش، او ايه السبب؟ لان مفيش رقابه عليهم. مفيش حد بيحاسبهم. احنا عندنا اداره اسمها اداره مباحث الكهرباء، احنا عمرنا ما شفناهم، عمرنا ما شفنا لهم صدى في الشارع خالص، عمرنا ما شفنا ليهم شغل خالص. احنا دلوقتي اولا الرئيس الله يكون في عونه ويعينه على اللي هو فيه، كل يوم في بلد شكل عشان يجيب استثمارات جديده للبلد. وزارة الكهرباء ليها ملايين، كل ملايين بتتهدر شهريا في الشارع وهي سايباها، مع انها سهل جدا ان هي تيجي. ومره ثانيه حضرتك بتاكد على عهدتك انه الناس دي قادره انها تدفع، الناس يعني دي قادره ومعاها فلوس. انا لو شايف ان الراجل ده معهوش انا مش هطالبه. طب انت حضرتك اتحطيت في موقف مثلا محرج ان انت طالبت حد، وحد زي ما قال الاستاذ رامي يعني كتير حاول يتعدى عليك؟ لا كتير كتير حصلت كتير. اقربها اسبوع فات نزل زميل ليا شغال معانا في المراجعه، هو اللي بيراجع الشغل ورايا، فقلت له والله انا عندي مشاكل كتير في، قلت للرئيسه ولا عندي مشاكل كتير، فقالوا لي طب خد الاستاذ عمرو، خد الاستاذ عمرو معاك هينزل يساعد معاك. استاذ عمرو نزل معايا، اول مشترك رحنا له، السلام عليكم. وعليكم السلام. عندك ايصالات؟ هو عنده ورشه وشقه.
فالاثنين ما بيدفعش لا هنا ولا هنا، بس هو رخر لظروفه يعني. انا لما التمست يعني ايه، قربت منه قوي، عرفت ان هي الماديات معاه تعبانه جدا. فحصل ان احنا شدينا مع بعض لدرجه ان هي كانت هتوصل لخناقه. بس طبعا عشان الشارع والتواجد اللي احنا فيه والناس بتعامل معانا، هدينا الموضوع وخلاص خلصت. طيب مره ثانيه استاذ رامي، كلام استاذ احمد على فكره مباحث الكهرباء، هل مباحث الكهرباء معنيه انها تامنكم ولا بس دورها فكره سرقه التيار الكهربي؟ هي سرقه التيار الكهربي. اه طبعا مش كده برضو، لان حته فصل التيار دي بتبقى ليها موظف اسمه قاطع تيار. تمام، لكن المباحث الكهرباء مختصه بالسرقات. لكن هو مش معني ان هو يامنك وانت بتحصل. لا مش طب مش توفير الحمايه يعني هيجي لك ازاي؟ طيب فكره الحمايه دي بقى احنا برضو مشكله بتواجهنا وعايزين لها حل برضو. يعني احنا بنعرضها كتير على المسؤولين عندنا، هم ذات نفسهم بيقفوا قدامها مكتوفين الايدي، يعني هيحلها لك ازاي؟ استاذ احمد عايز هينزل معاك مين؟ اولا الحمي ربنا، ثانيا حب الناس حب الناس ليك في الشارع ده بيحميك، ثانيا حته يعني مباحث الكهرباء هي مسؤولة عن سرقة التيار بس. بس ده غلط. ما هو الحامي هو ربنا سبحانه وتعالى وحب الناس ليك، تمام، ده كله مقبول طالما الحياة والأمور ماشية عادية وبشكل طبيعي. لكن الشركة بتجبرك ان انت لازم تحصل 91%، فده هي المفروض فده بيدفعك ان انت لازم بشكل من اشكال يعني لازم اشد، لازم اشد، هو هتختلف، هيبقى في شد وفي جذب بيني وبين المشترك. يبقى لازم مباحث الكهرباء دي بدل ما هي معنيه بسرقه الكهرباء بس، تبقى معنيه برضه بالمتاخرات اللي الشركه بره. انت ما تتخيلش قد ايه العهد بتاعتنا قد ايه. انا لو كان يسمح ليا اجيب العهده بتاعتي اوريها لك هتصعق من شكلها. ناس من 2012 ما بيدفعوش، ما دفعوش جنيه. ومرة تانية حضرتك بتقول ان هم ميسورين الحال. انا شايف ان هو ميسور الحال، ممكن يدفع يعني. انا شايف ان هو كويس هيدفع. يا مش هيدفعهم كلهم، يدفعهم على اقساط. الشركة عملت قبل 2012 جدولة المديونية. طب لما بتقول للشركة الكلام ده الشركة بتعمل ايه؟ يعني لما تقول له ان الراجل ده قادر ومش عايز يدفع كده يعني، الشركة بتقول لك اديله اختار بفصل العداد بس. اكتر من كده الشركه ما بتعملش. طب استاذ رامي قبل ما الحوار ينتهي، انتوا عملتوا ايه؟ يعني تواصلتوا مع حد، مع المسؤولين؟ انا فهمت من كلامك كده في سياق كلامك عملتوا وقفه احتجاجيه ده بس او ما شابه، لكن مثلا ما اتكلمتوش مع رئيس الشركه، رئيسك المباشر، ما كانش في اي شكل من اشكال التواصل مع حد مسؤول يعني؟ لا بصراحه ما بنلحقش نوصل لحد. المشكله دي بقى لها كام شهر او كام يعني مصر. مشكله اللائحه دي تقريبا 4 أو 5 شهور. طيب يعني عدت فتره طويله، كان المفروض ان انتوا تحركتوا هي يعني. ما احنا لما اتحركنا وعملنا وقفه نزلت بدل 5% خصم بقت 2% على كل 1%. وارتضيتوا المساله وخلاص؟ ارتضينا بكده، لان اصل انت مش هتقف لوحدك، او ان انت مثلا لازم الناس كلها تبقى بتتكلم في حاجه زي كده. وبرده احنا برده بنقول حاجه يعني، المسؤولين ذات نفسهم او مديريننا احنا تمام، ما هم غصب عنهم برضو، هو بيتخصم منه برضو يعني. المدير بتاعي اللي يرقصني واللي يرقصه بيتخصم منه، هو بيجي له اللائحه بيطبقها. فاهمني حضرتك؟ هو بيجي له اللائحه بيطبقها علينا وبيتطبق عليه برضو في النهايه، لان طيب هو لان هو بيتحاسب على النسبه بتاعتنا العموميه برضو بيتخصم منه وبيخش تحقيق. طيب في عجاله الحل ايه من وجهه نظرك؟ ما هو الحل ان احنا يتكثف دور الشركه في وجودها في الشارع معانا. تمام، الحملات تزيد شويه، هي موجوده بس قليله. يعني الحمله ممكن ينزل 5 6 أشخاص قدام باب شقه او عند محل، ممكن يجريهم كلهم. يرفع عليهم يعني، مثلا جزار ممكن يرفع عليهم ساطور يجريهم كلهم. او باب شقه يرفع شومه كله يجري، ما هو ما حدش يعني مين هيضحي بنفسه. تمام، لكن لو لاقي معانا مثلا زي شرطي مثلا، زي مباحث كهرباء زي ما احمد بيقول، اكيد هيعمل له هيبه، لان احنا الموضوع ده بعد الثوره كتير قوي، ان انت تروح تتهان في الشارع والناس تجري وراك وتتشتم، فطبيعي ان انت هتقف تزعق مع مين لوحدك؟ اذا كان 5 بيجروا انت لوحدك هتعمل ايه؟ نتمنى المشكله يكون لها حل في الايام اللي جايه، واحنا على الاقل يعني سلطنا عليها الضوء وسعدت بوجودكم معايا، وان شاء الله يعني يكون هذا اللقاء برضو نقطه فارقه في الازمه، يكون فيه تطور ايجابي ان شاء الله. ممكن بس اتفضل قول. هي بس المشكله برضو الاسعار غاليه. يعني في الفتره اللي فاتت من 2014 2015 اسعار الكهرباء غليت.